تتواصل الإثارة إذا مشاهدينا الكرام، وعلى بركة الله ننطلق مع ثاني أشواطنا في هذا الصباح، عاملين أيضا المنافسة ولكن الفئة الثانية، فئة الجعدان التي تعلن انطلاق الشوط الرئيسي الأول الخاص بهذه التحديات في مسار هذا اليوم، والذي يحمل 20 شوطا من المنافسة والتحدي والإثارة لهجن أبناء القبائل على هذا الميدان، ميدان دستور في هذه اللحظة المميزة وهذا المسار الأول الذي يحمل هذه البدايات. نسير بالمقدمة، نتابع هنا في المركز الأول، هنا ريلاكس لحمد بن سالم بن حمد المخيبي في المقدمة، بينما المركز الثاني غازي سلطان بن سرود المنصور بن راشد بن سرود المنصوري. انتقل للمركز الثالث، يا سلام، السيل أو سليل حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع، عودة إلى المركز الرابع والعريون، بخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري المركز الخامس، انطلاقة قادمة للمتحد سالم بن هويدن بن ذيبان الاشتبي، بينما سادسا هنا يظهر شاهين محمد بن قريم بن علي العامري، والمركز السابع وجود الإثارة مع باروت مع يوف سلطان بن يابر المطيوعي، والمركز الثامن، يا سلام، المركز الثامن يعود ريلاكس هناك متأخرا في هذه الانطلاقة وهذه البداية، عود إلى المقدمة، عود إلى البداية الأولى، وهنا أيضا يا سلام هذا هو ريلاكس، ريلاكس يعني ارتاح وريح، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اليوم يوم يوم النوعيات الممتازة، يوم نوعيات حبوبة وما شابهها، يا سلام النوعيات الفريدة التي تعلن هذا التواجد. ريلاكس حمد بن سالم بن حمد المخيبي هو الذي ينطلق مع المركز الأول، يا سلام يا سلام، منك من السلطنة، قادم من السلطنة وإلى المنافسة هنا على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني السليل حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي، والمركز الثالث يعود في العريون بخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري، منافسة ثلاثية على المقدمة، وهنا قادم بقوة، يا سلام، شاهين علي بن سالم أبو سعيد بن سالم الرميثي في هذا الانطلاق. ريلاكس لازال متصدر وراء الهجوم القادم بقوة أيضا في المركز الثاني من شاهين علي بن سعيد بن سالم الرميثي. الله 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 الله، نشوف ريلاكس، ريلاكس على المركز الأول، سلام يا السلطنة، سلام يا السلطنة، سلام، ريلاكس بالفعل، ريلاكس هو المركز الأول أيضا، يخليك ريلاكس مع كل المنافسات، ما شاء الله وتبارك الله. نشوف المركز الثاني، شاهين علي بن سعيد بن سالم الرميثي، المركز الثالث العريون بخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري، والمركز الرابع لحسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي هو السليل. هذه المنافسة، هنا الإثارة، هنا التحديات التي تبدأ مع هذا الانطلاق، يا سلام، نشوف الصدارة ونشوف النهاية، ونعود إلى مقدمة هذا الشوط، نتابع المركز الأول، نتابع ريلاكس اللي بالفعل كان ريلاكس استطاع أن ينقل أيضا هذه البداية، حمد بن سالم بن حمد المخيبي في هذه الانطلاقة المتميزة لمسار هذه الأشواط، والتي تبدأ دائما بالقوة والتحديات والمنافسة. نهني السلطنة ونهني أيضا أبناء السلطنة من خلال هذه الانطلاقة في هذه المنافسة، دقيقتين 59 ثانية وجزء واحد من الثانية، سلام يا أهالي جعلان، سلام، ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني، إذا في المركز الثاني كان وجود شاهين علي بن سعيد بن سالم الرميثي اللي وصل في المركز الثاني في هذا والمركز الثالث كان هناك أيضا